عادل السامي اتصل يهدد انه معه تسجيل صوتي الجلالة الصلاحي وهو يبتزكم، يبتز العليمي يبتز الشرعيين. اي ريب لا فك لا معك عاد تبتزني ان انا اطالب ايه انا اقولها لايف عندك تهددني وترسل واحد زعم على اساس ان انا اقول واه لا واه 3 سنوات 3 سنوات في 12 يعني 12 سنة 12 شهر في 36 شهر في 3000 دولار تكت المرتبات حقي انت ورشاد ومعين عبد الملك واحمد عوض مبارك للاكاونت حقي بهدوء والقرار حقي الذي صدر بيان بن دغ يتعمد حقي حقي واقول لايف هذاك تهددني تتهدد انت يا طرطور يا سرتور من مباشر بمطعم لا مكتب رئاسة الجمهورية مو مؤهل ابوك غير انك خدتها مع عيال علي يعني عندي شغل الخبر الحاجة الوسخة الثانية ايش مؤهلك من مباشر لمكتب الرئيس عن خابر يا العليمي كمان انتم خبل كنا نقول علي عبد الله صالح عيال علي عبد الله صالح عيال عبد الله بن حسين الاحمر روضه والسخينه علي الحرم ياهم جنب عيال رشاد العلي منهم ملائكه بجناحات يا لطيف تحصل هذا عيال صالح شو ما عيال العليمي نفس الدقة يدخل لك الفيسبوك تويتر يوتيوب يتابع التعليقات تعرف جلال الصلاح من فين تعرفه يبقوا مندهشين من فين تعرفه لا تندهش يا ابني قل لابوك يشتغل يبطلوا سرقة وبطلوا مفتالة يكتب تمثل انك منتدش مندهش وعبد الغني جميل اديه لهم التسجيل انا امثل الباقيات عادي يا صاحبي انا كنت اعتقد ان انتم رجال دولة وما هوش عيب حقي اقلعي من عينك انت وابوك اقلعي من هيني عينك وعد باقي توفيق عفاش هذا اخرج المرتبات حقي وحق ابي من هيني عينك يا توفيق عفاش مسألة وقت ما تدمش لحد كنتم من اول ما نقدر نتكلم عليكم كبار وكذا وصغرتم الان الامر طبيعي واذا عندك شرف بقيه التسجيلات انا انزلها ما فيش مشكله بوفر عليك عناء التهديد انا معي تسجيل صوتي وهو يطالب مرتبات ايري بمك لا معك عقل ونسيت باقي حاجه الحزمي الجديد حق الرئاسه تعرفوا هواوي منو صاحب هواوي بصنعاء منو الحوثي اللي بصنعاء صاحب هواوي منو شريكه قل لكم حرام ما ضرطه بالمجلس الرئاسي اللي هو عند الحوثي مخترق لهم بالتجار بالمراسلين بالمباشرين بالفتالين بالمزز غارقين تحياتي يا حزمي وعدنا فتح الملف